والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هي القشرة البيضاء التي تحيط بنواة التمر، ونواة التمر ذكر الله عز وجل ما يتعلق بها في كتابه من حيث القطمير، ومن حيث النقير، ومن حيث الفتيل، ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا. فالقطمير هي القشرة البيضاء التي تحيط بنواة التمر، والنقير هي النقرة التي تكون في ظهر النواة، والفتيل هو الخط الممتد في بطن النواة.